احمد وينك؟ هيني هيني فوق. احمد وينك؟ اللي قدامكم ما كتبت وشين ابيض ازرق اهو. يا رب هذا عندي ما في لحظه عشان النور اتفرج فيه اذا ما طخش بعد ما طخش مرتين روح على المركب عايش صح هون نحن نحمي واحد نك وظل واحد ندمج تعال ديك يا حبيبي هم اللي بالرف هاي نزل نزل وايت 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 يا عمري يا اخوان ابي كذا حتى 35 ازرق هناك هناك سرق امي اي قاعد رجع 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 عشان الله مني يفوت فيه نوك يمج كثير ايش هو؟ هو شحال سلاح الرداد هذا اللي بشحال 105 بلع اسطورة شوفوا البعد البعد اكتبوا بس الطاير هذا اكل 106 اكل 106 الطاير هذا روح روح مات 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 انا شلته انا شلته اي بالغلط بالغلط ليش شلته باقي هذاك قدام اي علقت في الخرا واحد اخوان شيلدو لو لو يطحن مش لو والله وين 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 والله انا مقاتل الغلط لا اكس اكس اخوان أو سجيت ميت. كذا بام بام. صح. أنا لأنك تنط من مكان عالي ما اسمع في اوه والله اسمع تحكي هاي ممكن هاي والله بتفيدنا اذا بتلاقي ممكن تاخذها هاي شو شو ممكن هاي هاي خذها خذها هاي وش تسوي هاي هاي زي الناس هاي اول ما يكسروا عليك عاد بالجو تكبسها بنص بتطير وانت واقع عادي يلا روح اصبر اصبر شويه هسه راح اكسر عليك ولا شو الحل؟ ما مكشوف هسه شوي بس هي تحرك الزون في ناس هنا بي لو يجي ضباب بس يا بي اوعى توقعني لا 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 يلا الزون بعدين خلنا نمشي للزون امشي للزون هسه بس اتحرك الزون شوي بسوي لك اياه سكاي بس من الزباله هذا ايه باك اثنين بس ليك انا وياك بس انا وياك جي جي اطلع اطلع عادي ما حدش راح يقدر يكسر طلع طلع علي شو جاي بيت هذا تقول لك عادي ايه انتهى انتهى دير بالك فهمت عليك ايه اوعى اوعى انتهى انتهى قلت لك شايف كيف فدتني المكنسة والله نفدتني
انت متوصل؟ وقلت توصل لتحت؟ ايه والله طلع عرفت دير بالك. اها لا لا مستحيل يوصل مستحيل. وين شايف ايش انا بضبط انا؟ خايف الاقي بوجهي هسه. يا امه حمد يا زول بس صرنا وردنا بتكفي؟ معايا انت حوالي 1050. لا 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 تقنيش كثير تعال بلاش يجي بالرفت. معي 500 900 200 رفت مو قاعد بجيب ام الرفت مش عارف. اجو 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 لا ما مش قادرين يوصلونا مش قادرين يوصلونا. يلا اسمع عند اللزوم اذا خلصت موارد مباشره نستخدم هاي ممكن ندرع. لا تخلص رصاص البوم يا مو بجيب الرفت مش عارف الرفت عقول بخلصش مستحيل بخلصش زين. طب صار طالعين كيف شيء 4000 اي والله لكن ما الرفت لكن واحد يا رب زمش عند الرفت يا رب زمش عند الرفت بالرفت شو قصته هذا مش عارف شكله بضل بس هنا او هم بقدر يستخدموا اكثر من مره توقعني. طب هذول تسعه شو بستنوا يعني يطلع من كيف في رفت معقول؟ عارف. والله شايف ايش بين معنا هون هي عمل هسه هي اذا انا استخدمتها شو بصير؟ لو وقعت هسه بنفس اللحظه شو بصير؟ استخدمها بترجع بتقعد على اكثر من مكانك ها؟ لا يعني اعلى من مكانك بتطلع يعني لو اول ما تستخدمها ترجع تقدر ترجع هون اول ما توقع تستخدمها انا حاطه جنب البوب مباشره. ايه في رفت في رفت بقول لك بروح امه منو بجيب مو ابرر يا اخي منو بجيبوه مش عارف اربط كم مرة طلعت مش عندهم امل عندهم امل ولا امل ولا عفاف حس رحنا حس حظ مخرة مش عارف ليش لا يا زلمة عشان السيرفر فاضي طب تعرف ليش بيقدروش يجونا لانه ما بقدر يفتح مظلات ضلوا نزل لتحت كيف وقف الرقص بقول لك ما بيقدر يجونا لانه اعطيت 21 ما بيقدر يجينا ما بيقدر يفتح مظله ضلوا نازل غازل هو ايش الرفت عادي بيخترق بيجي لا يا حبيبي والله ايزي وين مواردي زي ما هي لسه وهيك صعب منه ها بس برضه اذا استخدم رفت يعني هو راح يطلع من السماء راح يخترق اه صح لا موس انا في لما يبلش لما يبلش يكمش فيه هم بعدهم ما تدمجوش على فكرة اي بلش يتدمجوا يلا ساحب فايت عشان منقعش هات هات خلينا نلعب انا راح ابلش اهيل قبل يسكر بشوي تعال كل واحد له جول معيش انا هاي هاي انا برميها اه صح جول